مرحبا بكم في هذا الموعد المباشر من برنامج المجلة الصحية. اليوم باش نتحدث على كيفية الاستعداد للنزلة الموسمية بالرغم من تأخر فصل الشتاء، لكن البرد قادم. واليوم حسيتوا الناس كل اللي الطقس بدا يتبدل، وخاصة مادام في أوروبا وفي حوض البحر العربي المتوسط فما ثلوج وفما أمطار، أكيد أنه باش يوصلنا، وهذا تعرفوا أكثر بالتفاصيل في النشرة الجوية. إذا سنتحدث عن استعداد بلادنا لمكافحة وللتصدي لخاصة مضاعفات النزلة الوافدة، سنتحدث عليها. كذلك سيتخلل برنامج اليوم العديد من الفقرات وتغطية لبعض المؤتمرات، وأيضا عندنا ربط مباشر من أحد النزل بالعاصمة لفعاليات المؤتمر 44 للجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. إذا نبدأ بتقديم ضيوفي اللي حاضرين معنا حتى نثري هذا اللقاء. يحضر معنا الدكتور حكيم الغرد، وهو مشرف على البرنامج الوطني للوقاية ومكافحة النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة برعاية صحية الأساسية. مرحبا بك دكتور. وتحضر معنا الدكتوره وداد حزم بن ايوب، وهي مختصه في طب الشيخوخه من مستشفى الحبيب ثامر. مرحبا بك دكتوره. شكرا لك. حتى نتحدث على اهميه ربما الوقايه فيما يخص هذا الموسم، وربما فائده التلقيح، وربما التحذير نتاع سلطه الاشراف وزاره الصحه لهذا الامر اللي يهم خاصه الناس الكبار. اذا البدايه باش تكون باخذ الاخر المستجدات الصحية على الصعيد الوطني والعالمي مع إيمان سيد في الصحة نيوز. جولتنا الإخبارية لهذا الأسبوع نبدأها بعنوان لموقع العربي يقول: تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب العدوان، الأمراض المعدية تهدد أطفال غزة، وذلك وسط التجويع والتهجير والحصار ومنع دخول المساعدات وقصف مراكز إيواء النازحين وعرقلة وصول الرعاية الصحية إلى مستحقيها. كما تسبب العدوان بدمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من إمكانية تجاوز عتبة المجاعة في شمال القطاع في ظل ارتفاع معدل الوفيات بسبب سوء التغذية وتدهور الأوضاع الصحية في شتى أرجاء غزة وفق منظمة الصحة العالمية. في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيسبوك عنوان يقول: مشاريع صحية جديدة ترى النور قريبا في بنزرت، تعزيز الخدمات وتسريع الإنجاز. يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تهدف إلى ضمان حق المواطن في خدمات صحية عادلة ومتطورة وتعزيز العدالة بين الجهات، حيث قام وزير الصحة مصفى الفرجاني بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الصحية بولاية بنزرت برفقة كبار مسؤولي الوزارة وبحضور والي الجهة. ومن أبرز محطات الزيارة المستشفى الجامعي لحبيب بوقدفة من أجل متابعة تقدم مشروع توسيعة قسم الاستعجالي وتفقد وحدة التعقيم الحديثة التي ستدخل الخدمة قريبا لدعم أقسام المستشفى بالمستلزمات الطبية المعقمة، إلى جانب زيارة قسم النساء والتوليد وطب الولدان بالمستشفى الجامعي لحبيب بوقدفة الذي ستنطلق أشغال البناء به خلال الأيام القادمة، فضلا عن معاينة موقع مشروع توسيعة قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى المحلي بماطر، ودعم المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بتجهيزات حديثة وسيارات إسعاف جديدة وفتح خطط استشفائيين جامعيين لإعادة الطابع الجامعي للمستشفى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة. في الصفحة ذاتها خبر عن افتتاح قسم طب الأسنان المتطور بالمستشفى الجهوي بالمقنين من ولاية المنستير كإنجاز جديد في قطاع الصحة، وكخطوة تعزز جهود وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
هذا القسم الجديد الذي يمثل مشروعاً استشفائياً جامعياً بتمويل الوزارة يقدم خدمات متكاملة لطب الأسنان تشمل الكهول والأطفال، وهو مجهز بخمسة كراسي حديثة للعلاج الأسنان مع خطة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 10 كراسي قريباً، كما يضم مختبراً متطوراً لبدائل الأسنان يعمل بأحدث التقنيات، مما يجعله إضافة نوعية إلى المنظومة الصحية بالجهة. في الموقع أيضاً وزير الصحة وخلال مشاركته عن بعد في أشغال الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية والذي تحتضنه باكو بدولة أذربيجان، أكد أن تونس عملت بشكل مكثف على دعم النظام الصحي ليصبح أكثر مرونة وأكثر صمود أمام هذه التحديات. وأشار الفرجاني خلال مداخلته إلى أن تونس تركز حالياً على توسيع نظام الإنذار المبكر الأمراض المنقولة، خاصة التي يمكن أن تتفاقم بسبب تغير المناخ مثل الملاريا وحمى الظنك، والتي قال إنها تشهد زيادة في المناطق المتأثرة بالحرارة والرطوبة. وأبرز أن تونس تمكنت من زيادة الاستعداد بنسبة 30% في المناطق الأكثر عرضة للأوبئة، لافتا إلى أننا نسعى لتعزيز الوقاية والرعاية الصحية الأولية للتخفيف من عبء الأمراض. في الموقع أيضاً خبر عن حصول المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس على شهادة الجودة في مطابقة المواصفات الدولية في مجال التعليم العالي، وهي مواصفة قياسية دولية خاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية والجامعية، وتتوج هذه الشهادة مساراً دام قرابة 2 العمل على تطبيق المقاييس المستوجبة للحصول على مواصفات الجودة، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني في مجال علوم التمريض. ونختم جولتنا للصحة نيوز لهذا الأسبوع بعنوان لموقع منظمة الصحة العالمية، وفيه توافق على إضافة لقاح LC16M8 المضاد لجدر القردة إلى بروتوكول الاستعمالات الطارئة، مما يجعله ثاني لقاح مضاد لإمبوكس تدعمه المنظمة بعد إعلان مديرها العام أن تفشي جدر القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً في 14 من أوت الماضي. ويتوقع أن ييسر هذا القرار زيادة إتاحة اللقاحات في الوقت المناسب في المجتمعات المحلية التي تشهد زيادة مفاجئة في فاشيات إمبوكس، وذلك بعد أن تم الإبلاغ حسب بيانات المنظمة عن حالات إصابة في 80 بلد، منها 19 بلدا في أفريقيا، وسجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي أكثر البلدان تضررا معظم الحالات المشتبه بها. إذن كما قلت في البداية عندنا ربط مباشر بعد قليل من أحد النزل، وهذا معناها تغطية لفعاليات المؤتمر 44 للجمعية التونسية لأمراض وجراحة الشرايين والأمراض وجراحة القلب والشرايين. أيضا يتزامن مع هذا المؤتمر مؤتمر آخر، وهو المؤتمر 34 للجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد، اللي هو بدأ البارح ويتواصل حتى يوم السبت في أحد كذلك النزل بمدينة الحمامات. نشوف فعاليات هذا المؤتمر اللي بدأ البارح كما قلت، وفي هذا الروبورتاج يتخلل ضيوف شرف، ضيف شرف مميز هذه السنة في هذا المؤتمر. خليكم تكتشفوا وتكتشفوا مواضيع خاصة نتحدث عنها فيما يخص فلسطين، ثم نعود. بحضور مئات المشاركين من كفاءات طبية وطنية وخبراء من دول عربية شقيقة وأخرى أجنبية، انعقدت فعاليات المؤتمر 34 للجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد، والذي تميز بإثراء مضمونه بمحاور ومحاضرات ومعطيات علمية جديدة تهم هذا الاختصاص. جاء الحمد لله أكثر من 850 مشارك، المحاضرين من ثمش كم تونس، موجود من موريتانيا، من المغرب، من الجزائر كما العادة، دونك أخوانا من المغرب العربي. مرة هذه عدنا ضيوف شرف ونشرفوا بضيافتهم، عدنا من فلسطين، من فرنسا، من مصر، من يونان، عندنا من يونان، من إسبانيا. المحاور اللي فيه بطبيعة الحال مش نحكيه على سرطان الثدي، مش نحكيه على أمراض الكبد عند المرأة الحامل،
باش نحكيو على سرطان عنق الرحم واللي عملنا عليه ورشه اليوم، باش نحكيو كيف كيف على المشاكل اليوميه اللي تواجه امراض النساء والتوليد، الاطباء نتاع امراض النساء والتوليد على المستوى العلمي وعلى المستوى لابراتيك كوتيديان. هو الهدف نتاع المؤتمرات هذه الكل باش نوريو للطبيب الشاب شنو هما المحاور والتكنولوجيات الحديثه اللي يجم يتطور فيها، ومش برشا ومش في ومش في التيوري بس، معناها في عمليا، يعني عمليا في دي فيديو فوروم، في عمليات عديناها مباشره، وهذا الكل يعاونوا باش ينجم يولي هو بيدو يقدر يقوم بالعمليات هذه. هذوما حاجات يمكنونا من باش المراه التونسيه تتمتع باحدث ما يكون من التطورات العلميه في كل الامراض، في امراض حشاكم السرطانيه ولا في امراض الحمل وفي كل الامراض والمساعده على الانجاب. ومن خلال مداخلاتهم أكد الأساتذة والخبراء التقدم العلمي في الطب الإنجابي وجراحة الجنين والاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية والوسائل البديلة عن الجراحة. المحاضرة التي قدمتها اليوم هي كانت تخص فيروسات البابيوما فيروس الذين يصيبون المرأة ويصيبون كذلك الرجل ويتسببون في سرطان عنق رحم المرأة وكذلك عند الرجل. فما قدمته هو فسرت كيف هذه الفيروسات عندما تصيب الإنسان تكون عدوى، ومن بعد 10 سنوات 15 سنة هذه الفيروسات لا تزول من جسم الإنسان لا المرأة ولا الرجل، وفي تغيرها فعندما تستيقظ من جديد فتصبح سرطانية وتغير مكونات الخلية. والنقطة الأساسية هو كيف نلقح. تونس دولة متقدمة جدا بالنسبة لإفريقيا، بالنسبة لكل الأنظمة الصحية والأطر الصحية في تونس، فمن ناحية الأبحاث من ناحية المنشورات في حوالي أكثر من 750 ألف مريض في العالم اتعالجوا بالموجات الصوتية المركزة، وهو علاج معتمد في أمريكا وأوروبا وآسيا، بنستخدمه في علاج أمراض كثيرة زي سرطانات البنكرياس وسرطان الكبد وسرطان الكلى وسرطان الأنسجة، ولكن النهاردة احنا بصدد الحديث عنه في استخداماته فيما يخص المرأة. احنا بنستخدمه في علاج الأورام الليفية بنسب نجاح توصل ل 97% متساوي للجراحة في كثير من الأحيان. بنستخدمه في علاج بطانة الرحم المهاجرة، وده الحقيقة مرض سيء جدا بيصيب حوالي 10% من السيدات في العالم، والهايفو بيساعد كتير في علاجه. بنستخدمه برضو في علاج الأورام الحميدة في الثدي، وأصبح الآن في نطاق جديد بيدخل اللي هو علاج الأورام الخبيثة في الثدي مع العلاجات الأخرى. ولعل تجربة أطفال الأنابيب تحت الاحتلال أو ما يعرف بفكرة تحرير النطف المنوية للأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال تعد من بين المداخلات الأبرز التي تحدث عنها الدكتور عدوان البرغوثي رئيس الجمعية الفلسطينية لأمراض طب النساء والتوليد كفصل جديد من النضال والمقاومة، وهي فكرة مبتكرة أطلقها الأسرى في مسعى لتحدي الواقع الذي فرضه الاعتقال الإسرائيلي والحرمان الأبدي من الإنجاب. بالنسبة لهذا المؤتمر طبعا سنتكلم حول ظروف المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، سنتكلم أيضا حول أطفال الأنابيب والصحة الإنجابية للأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال. هناك منذ سنة 67 حتى اليوم دخل السجون الإسرائيلية واعتقلت إسرائيل أكثر من 1,200,000 فلسطيني. حاليا هناك 12,000 سجين وأسير فلسطيني. هناك ما سنقدمه كتجربة مميزة للطب الفلسطيني في دوره المقاوم في خدمة شعبه بالرغم من الاحتلال وبالرغم من منع سلطات الاحتلال للأسرى الفلسطينيين من التواصل مع زوجاتهم، إلا أنهم سطروا ملحمة تاريخية ووطنية بالطب وبطب الخصوبة وطب الإنجاب، حيث هناك أكثر من 100 طفل فلسطيني ولدوا بنطف المحررة. كما أظهرت ورشات هذا المؤتمر آخر الأجهزة الطبية المتطورة في عالم الجنين والمرأة، حيث تم عرض آلات المحاكاة قصد تكوين وتدريب الطلبة والأطباء الشبان بطريقة تعتبر الأحدث في العالم الافتراضي. صباح عملنا محاضرات على كيفاش نعمل المنظار الرحمي انت والأمراض الموجودين معناها عند المرأة، وفي العشية عملنا محاكاة
جبنا معناها للطب الصغار باش يجيو يخدموا على نسميهم نحن سيمولاتور ولا دي بيلفي ترينر باش يتعلموا كيفاش يعملوا المنظار الرحمي وكيفاش يعملوا زاده المنظار الباطني. نحن قاعدين توا نتعلموا في لي تكنيك دو باز نتاع السيليوسكوبي. التكنيك القديمه كانت انه المراه تتحل على اربع كيما نقولوا اربع طبقات، مي توا التطور العلمي يخولنا انه التكنيك هذه تولي موان انفازيف كو التكنيك القديمه وخير للمراه وخير لصحه المراه. والقريه هذه فيها لافونتاج انه نجمو نتعلموا على دي ماكيت اوليو ان نتعلموا على المريضه كاول مثال ولا كاول تجربه، اللي هي نجم تتفادى لك اكثر ما يمكن الاخطاء الطبيه. على هامش فعاليات المؤتمر 34 للجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد والذي يتواصل على مدى 3 أيام، تم تكريم ثلة من الكفاءات الطبية التونسية في هذا الاختصاص، منهم من رحل وترك بصمته ومنهم لا زال طلاب العلم ينهالون من خبراتهم. إذن كما قلت موضوعنا الرئيسي في حلقة اليوم هو الاستعداد أو التحذيرات اللي صارت بما أنه موسم التلقيح ضد النزلة الوافدة والموسمية بدأ يوم 17 أكتوبر الفرد. معك دكتور حكيم الغرد، كيفاش استعديتوا؟ شكون يعني الهيكل الصحية اللي هي معنية بهذه المكافحة وبأي طرق؟ هل هو تلقيح فقط ولكن أيضا احتياطات أخرى كنا تعلمناها أكيد من كوفيد؟ ناخذ معك فكرة في البداية على هذه الاستعداد. نشكرك. مرحبا. الاستعدادات بيت قبل نهار 17 أكتوبر، لكن حملة التلقيح بدأت نهار 17 أكتوبر. احنا في تونس تلقيح ضد النزلة الموسمية هو تلقيح رباعي تكافؤ، معناها يخص 4 فئات من فيروسات النزلة الموسمية. اللي يتبدل كل عام. التركيبة نتاعو تتبدل كل عام، توافق عليها منظمة الصحة العالمية. أيه. وتحددها في شهر فيفري المارس من كل سنة، معناها الملامح الكبرى والتركيبة الأصلانية للنصف الشمالي للكرة الأرضية، خاطر تلقيح مش كيف كيف. صحيح. النصف الشمالي والنصف الجنوبي، خاطر حتى الوقت النزلة الموسمية مش كيف كيف، تتحدد من بعض. الوسائل الوقائيه، التلقيح هو اهم وسيله تاع وقايه، لكن الوسائل اللي تعلمناهم في الكوفيد وحتى قبل الكوفيد سنه 2009 هذوما الوسائل، معناها التباعد، السعال في معناها في الكف او في معناها كيش نقول مع المحرمه الورقيه، الكلينكس الورقيه، عندنا الوسائل المنديل الورقي، المنديل الورقي، وعندنا غسل اليدين بالماء والصابون ولا الوسائل السوائل الكحوليه المائيه الجيل هيدروكليك، وعندنا بالاخص التهوئه نتاع القاعات. هذوما التهوئه تاع القاعات عندهم معناها درج كل ساعة ولا على الأقل ساعة في النهار لو كان الطقس بدا بارد برشا. احنا عندنا على الفترة اللي احنا توا نسميه مؤخرين شوية بارابور فصل الشتاء هكا ولا لا؟ احنا لا، التلقيح هو يبدا من نهار 17 أكتوبر الحملة، لكن تتواصل حتى لاخر شهر جانفي. هو يقول لك هذه الفتره نتاع التلقيح الكل، نتاع تلقيح ضد النزله الموسميه، حتى احنا النزله الموسميه كما تراو في المجسمين غاديكا الذروه نتاعها تجي بالاخص في اخر جانفي او الفيفري. ما طلي ما مرضنيش بالنزله الموسميه حتى الفتره هذيك نجم نلقح. وبالاخص معلومة أخرى اللي هنا كما قلت هو تلقيح رباعي التكافؤ، كما تراوه في الصورة هذه اللي فما السنة الفارطة فما زوز أنواع نتاع نزلة موسمية، الجريب H1N1 والجريب H3N2، دخلوا وما دخلوش فرد وقت بالضبط، الذروة نتاعهم هكا في الأسبوع معناها آخر أسبوع نتاع شهر جانفي وزوز أسابيع من شهر فيفري. السنة اللي قبل هكا راهو 3 أنواع نتاع النزلة الموسمية، حتى النوع على الجريب بي فيكتوريا اللي هو دخل واللي دخل في أول سنة وبالأخص كمل لنا شهر الربيع. معناها هذاك علاش حتى كان عبد يمرض بالنزلة الموسمية ينجم يلقح بعد ما يبرى،
بعد ما يتعافى بعد 15 يوم من تهبط الحراره نتاعو، وهذيك يحمي روحه من انواع الاخرين نتاع النزله الموسميه، راه فماش نوع برك. هذا هو. حاليا العباد يقولوا مقربين، حاب نرجع للنقطه هذه. شوي بشوي. هو بالاخص راهو فيروسات اخرين، هذوما الاربعه المهمين، هو الرينو فيروس هو الطاغي حاليا على معناها على الميدان. اللي يعمل غينوفارنجيت. يعطي يعطي حتى التهاب في الجهاز التنفسي العلوي. العلوي عادة، لكن نجم يعطي حتى معناها التهاب يهبط للرويري، ونجم حتى يتسبب حتى في حالة وفاة، لكن أقل من النزلة الموسمية. هو يبدأ طاغي بالأخص في شهر الخريف، لكن موجود عن سنة كاملة. بعدين باش يجي الفيروس المخلوي التنفسي، الفيروس فيروس ريسبيراتوار سانسيسال، المسؤول على البرونكيوليت، وهذا يبدا في بدا في نوفمبر بدا يطلع باش يشد لنا حتى لشهر الربيع، ولا هو يمرض لنا صغارنا بالاخص، لكن حتى يمرض العباد الكبار، والنجم يتسبب حتى في حالات وفيات. لكن وقت اللي تجي هكا هذه السنه الفارطه تراو في الصوره هذه، وقت اللي دخلت النزله الموسميه تولي تطغى هي كي دومين من بعد في الاوج نتاعها، تولي هي الطاغيه على الفيروسات الاخرين. وكما تعرفوا فما سارس كوف 2 مازال موجود عندنا في تونس. حمله التلقيح بدات 17 اكتوبر، كيفاش تقيم الاقبال على التلقيح؟ الايامات الاولانيين كان الاقبال به، بعد شيء خاطر احنا في تونس كما نقولوا باناليزاسيون تاع الجريب، معناها احنا في تونس نسهل معناها نقولوا نستسهلوها، واي مرضى نعيطوا لها جريب، بمعنى كان هي مرضى برينو فيروس ولا اي فيروس اخر احنا نقولوا جريب. هي مش جريب، الجريب وقت اللي تجي سخانه 39 40 تجي قويه، وتنجم تتسبب في تعكرات كبار، وتؤدي الحالات برشا حالات. احنا الجريب حاليا في العالم بالمخلفات التنفسيه نتاعها بركه يقلب بين 250 الف و 690 الف. تقتل حتى اكثر من كوفيد معناها. معناها تقتل اكثر من كوفيد، وهذه مخلفات تنفسيه بركه، ما نحكيوش على القلب والشرايين، على الاعضاء الاخرين، على الجهاز العصبي، على زعما سخانه ما خلتهمش يبخلوا شويه باش يزرقوا. احنا السخانه تقول عامل ما يخليش التونسي يزرق ضد التلقيح. توخير الشتاء معناها باللي السنه السعر نتاع التلقيح زاد نقص على عام 18% معناها قاعدين نعملوا في تلقيح، معناها قاعدين نشوفوا هل هو كوفيد ولا لا، قاعدين نفرقوا هذيك تيست كوفيد متواصلين معناها. سامحني تعودي تيست كوفيد تيست كوفيد احنا بيبي يحب يعرف مثلا هل هي الموسميه ولا كوفيد، ما تعرف كوفيد ما عندوش سيزون كوفيد. لي تيست كوفيد قاعدين ينقصوا معناها، لكن كما تعرفوا ما عادش بانديميك معناها ما عادش مانيش نثبتوا مانيش قاعدين نثبتوا. فاحنا عندنا نظام ترصد، هذا هو النظام الترصد هذا موجود في 79 مركز من الرعايه الصحيه الاساسيه، وفي 15 قسم استشفائي اللي هما يكونوا من النعاش الطبي، امراض الصدريه ولا امراض المعديه معناها الانفكسيولوجي، وامراض طب الاطفال. هذوما ال 15 قسم، اي حاله نتاع مرض تاع الجهاز التنفسي يصير التحليل نتاعهم، وفوق عندنا بروتوكول دي شانتيوناج معناها يصير معناها اخذ عينات في المراكز الصحه الاساسيه، يتبعثوا للقسم معناها الميكروبيولوجيا ولا شانيكول والفيرولوجيا تاع شانيكول اللي هو لابوراتوار دو ريفيرونس اللي هو معناها على المستوى على العالمي والاقليمي معناها، وغاديك يصيروا تحاليل، وهذوما النتائج نتحصلوا عليهم. هنا تراوا انواع الفيروسات الكل معناها اللي موجودين، فما الفيروسات الكورونا الفا معناها الاولانيين اربع انواع فيروسات موجودين توا في الفتره هذه، فما برشا انواع اخرين، لكن أنا حتى الكوفيد هو موجود عام كامل طيله السنه. يعني قلت لك ما عندوش سيزون هو، هذاك علاش قلت لك نفرقوا بين الموسميه و نفرقوا احنا، هو يطلع اكثر وقت اللي تتسكر الدنيا ونخدموا كليماتيزوريت وكل شيء معناها، ونحكيوا بالقوي معناها اعز بقعه يتكاثر فيها هي العروسات. سيرتو واضح. اذا نشوفوا مع بعضنا هذا التقرير حول انطلاق موسم التلقيح ضد النزله الموسميه، ثم نعود. منذ 17 من أكتوبر الماضي انطلقت حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، والتي أكدت فيه أن التلقيح متوفر في مراكز الصحة الأساسية على كامل تراب الجمهورية وكذلك في الصيدليات الخاصة.
وأكدت الوزارة في ذات البلاغ أن التلقيح يتميز بتركيبة فعالة ومطابقة للمواصفات العالمية، حيث يوفر حماية ضد الفيروسات الأكثر انتشاراً خلال فصل الشتاء، داعية المواطنين مهما كانت أعمارهم إلى التوجه إلى تلقي التلقيح حفاظاً على صحتهم وصحة من حولهم، وخاصة الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الكلى والأمراض التنفسية المزمنة كالربو وغيرها، بالإضافة إلى المصابون بالسمنة والنساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة. وللوقاية من النزلة الموسمية خلال فصل الشتاء، ذكرت الوزارة بأهمية اتباع التدابير الوقائية مثل غسل اليدين بانتظام والحفاظ على نظافة المحيط كجزء أساسي من الوقاية من الأمراض الفيروسية. وحسب المختصين، يعتبر التلقيح وسيلة فعالة للحد من انتشار العدوى وتجنب المضاعفات الخطيرة وحالات الوفاة لدى الفئات الأكثر هشاشة، حيث يوفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و90%. إذن دكتور الغرد، نعود نذكر شكون المعنيين بالتلقيح. سيادتك قلت على البرونكيوليت وأيضا قلت على النزلة الوافدة، جبت حكاية تهم وفيروسات تهم الصغار وفيروسات تهمنا نحن ككبار. البرونكيوليت ما عنديش تلقيح، الوسائل الوقائية هي اللي معناها اللي تحمينا، اللي حكيت عليها من البداية. لكن الفيروس النزلة الموسمية الجريب عندنا المسنين فوق 65 سنة، هي الفئة الكبيرة المهمة اللي لازم تتلقح. عندنا اللي عندهم أمراض المزمنة، بالأخص اللي عندهم قصور القلب وقصور في الجهاز التنفسي، ولا حتى الأمراض الأخرين القصور الكبدي ولا قصور الكلى. فما اللي عندهم نقص في المناعة، فما الأشخاص اللي عندهم مرض السمنة، اللي عندهم نديس ماسكوه بغير فوق 40 سكري بيان سور زيادة، الأمراض السكري بالطبيعة، وفما الحوامل بالاخص. يحمي معناها الجنين ويحمي الام، يحمي الجنين حتى من التشويه، خاطر احنا في تونس يخموا اللي ما يلزمهمش يلقحوا ضد النزله الموسميه على خاطر خايفين من التشويه. لا بالعكس، التلقيح يحمي ضد التشويه، خاطر النزله الموسميه كان جين المراه الحامل نجم تتسبب في تشويه الجنين. واخيرا فما الفئات الاخرى اللي هما معناها بيرسونيل ميديكال، معناها الاطار الطبي والشبه الطبي لازم يلقح باش ينقص. قداش عندنا من تلقيح وكيفاش هما موزعين؟ ونحب نعرف حاجه اخرى، ولا خليني نمشي للدكتور ايوب نخدم عنده اكثر تفاصيل على المسنين، وبعد نرجع نحكي على فين موزعين هذو التلقيح، لشكون مجاني ولشكون ينجم ياخذوا بالفلوس، هذا تنحكيوا فيه بعد شوي. دكتور وداد حزم بن ايوب، اذا اللي يجيوك الناس اللي تجي باش تعدي في العيادات نتاعكم، شنو هي اهم الامراض؟ كنا ذكرنا اهمها معناها اللي هي مزمنه. بالنسبه للامراض اللي يجيو يعني اكثر في العياده نتاع الطب شيخوخه، يعني دونك هما الاكثر امراض مزمنه، يعني طب السكر وضغط الدم والقصور الكلوي كلهم يجيو يتابعوا. القصور الكلوي كذلك يجيو يتابعوا، خاطر في العاده هو الاكثر القصور الكلوي تلقاه ناتج على مرض السكر. هذوما الفئات، هذوما فئات كنسميوهم فخاجيل، معناتها ينجموا يمرضوا فاسيلمون على خاطر المناعه نتاعهم ناقصه ياسر. من شيء ذوي اختطار، معناها حالتهم الصحيه مخطره لو كان يمرضوا بفيروس مع الامراض اللي عندهم. بالضبط، على خاطر هو بالنسبه للمسن، المسن هو في العاده تلقاه المناعه ماهيش كيما انسان كهل، يعني طايحه ياسر المناعه. من شيره الاخرى حتى من الجهاز التنفسي نتاعو تلقاهش، يعني القابليه باش ينجم ينحي الفيروس ياسر ضعيفه، باش يخرج من بدنه تقول انت صعيبه ياسر، على خاطر لازم شويه قوه. والعضلات نتاعو اللي في الصدر يعني تلقاها ضعيفه ياسر باش ينجم يكح. هم يقول لك شبيه معايا يكح ياسر، انا نقول لك يكح راهو خير، متى عنده قابليه باش ينجم يكح. هو ذاك المشكل، هي في النزله ان هي تتعفن في الاكثر الاوقات، يعني نقولوا مره على اثنين المسن يتسبب النزلة في تعفن في الرئتين، وهو هذاك أخطر حاجة، خاطر التعفن في الرئتين بالنسبة للمسن يعني تأثر له على الصحة وعلى التنفس، يعني ترسيت في العين للعناية المركزة.
وذاك هي الخطر وين، خاطر اذا دخل المسن في العنايه المركزه يعني شكون بين احنا التود مختلتي تخيز الفي نسبه الوفيات نسبه الوفيات عاليه ياسر، هذاك علاش نركزوا على التلقيح واهميه التلقيح. هل هو يسالك يقول لك نلقح دكتوره، ولا انت مع الوصفات ومع النصائح اللي تعطيها ومع ربما التشخيص اللي تعملوه له انتم تطلبوا انهم يمشوا يلقحوا؟ والله انا في العاده العائله جيوتك راني خايفه على امي خايفه على بابا لاكومبانياتور المرافق للمريض، خاطر في العاده كلهم يجيو مرافقين يا ولد ويا بنته دونك هي تقول نحب نحمي بابا. انا الحق نقول لها تأزوس، هي تترقح وبوها يلقح ولا امها يلقح، باش هكاك حتى تنجم تكون هي حامله للفيروس ما تعديش لبوها. الناس اللي يعملوا في دياليز هل معنيين ايضا؟ هما عندهم قصور، هما سخطوا بالخصوص يلزمهم يلقحوا باش يحميوا روحهم، يعملوا تصفية الدم الاصطناعي بالضبط، هذوكم يلقحوا بالضبط. والناس اللي عندها سرطانات تشوفوهم انتم ولا لا؟ اللي يعملوا في العلاج بالكيميائي او بالعلاج هما ينجموا يكونوا براو من العلاج ويجيوا يعديوا يتبعوا على امراض اخرى ساريه كضغط الدم ولا السكر، يجيو احنا ننصحوهم باش يلقحوا. احنا كيما مش وقت العلاج باش يميو الغديو، لا لازمنا لا يكمل العلاج، لا لازم يكمل العلاج نتاعو ويكون يتابع على امراض اخرى. احنا كيما قال الدكتور معناتها ما نجموش نحطوا التلقيح وهو ديجا عنده ضغط والا ارتفاع حراره والا عنده التهاب، يعني لازم نعديو الامراض اللي جاي يعدي عليهم، اذا تعافى من الامراض اللي عنده نعديو احنا جمعه 10 ايام ومن بعد ننصحوه باش يلقح. أمراض التهاب المفاصل المزمن ما يمنعش التلقيح بالحق، يعني تقولوا لهم زاد الناس هذوكم زاد هذوكم يلقحوا، خاطر هما الصحة نتاعهم هي والمناعة نتاعهم هي اللي تخليهم عرضة للتعفن الرئتين، هذاك علاش نخافوا عليهم. هل حصل أنه مواطنين يقولوا لكم رانا مرضنا بالقريب في شهر أكتوبر ولا شهر هكا ديبي نوفمبر انا هاني سي اومينيزي معناها انا ملقح؟ بالضبط كما قال الدكتور حكيم اللي هو راهو برشا فيروسات، معناتها كي مرضت بفيروس مش معناتها ما تمرضش بفيروس الثاني، هم فما اربع فيروسات ولا خمسه ما نجموش نعرفوا، دونك اذا مرضت بفيروس المهم يبعد على الفتره اللي هو فيها اللي هو مريض عنده حراره وعنده التهاب. واضح. اذا طه حاضر الربط المباشر ولا نكمل سؤالي؟ حاضر الربط المباشر. اذا سامحوني نرجع لكم، نرجع لك دكتور ونرجع لك دكتوره. فما بارتي اوكي. اذا معنا مباشره مع ايمان الصيد من مقر المؤتمر، مؤتمر 44 للجمعيه التونسيه لامراض وجراحه القلب والشرايين، ومعنا ومعك ضيفه. مرحبا ايمان الصيد، معك سلمى شرف الدين، دكتوره سلمى شرف الدين اللي هي كاتب عام الجمعيه التونسيه لامراض. نعم نعم عوات نعم فضل. تفضل تعطينا فكرة يا إيمان على أهم المحاور. نعم نعم فعلا خليك عندك الخط. نعم عواطف مرحبا بك ولا الحاجة، ومرحبا بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي البرنامج المجلة الصحية. فعلا كما تحدثتي نحن في تغطية مباشرة لأشغال وفعاليات المؤتمر 44، المؤتمر الوطني 44 للجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية. هذه النسخة عواطف اللي تتزامن مع مرور 52 سنة على أحداث هذه الجمعية العريقة. هذا المؤتمر يشهد مشاركة العديد من أطباء هذا الاختصاص سواء كان من تونس من المغرب العربي، كذلك هناك خبراء من أفريقيا أوروبا آسيا وأمريكا، كذلك هناك كما قلت العديد من المحاور الآنية اللي يشهدها أمراض القلب والشرايين سواء كان على المستوى المحلي وإلا كذلك الدولي. وهذاك علاش بأكثر تفاصيل حول هذه الأشغال والمحاور والورشات تنضم إلى جانبي كما قلت الدكتورة سلمى شرف الدين، هي الكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، وهي أيضا أستاذة جامعية مساعدة بقسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. مرحبا بك بصفاقس، مرحبا بك دكتورة. مرحبا يعيشكم، مرحبا بكم. تفضل. مرحبا دونك، مرحبا بضيوفنا، مرحبا بضيوفنا الكرام، شكرا على مواكبة الحدث هذايا في المباشر. كما تعرفوا المؤتمر لهذه لجمعية أمراض القلب والأوعية الدموية هو مؤتمر تونسي عالمي يضم أكثر من 800 مشارك
حتى لليوم فعاليته 3 أيام، من اليوم وصلنا أكثر من 800 مشارك من جميع الأخصائيين خاصة في أمراض القلب وجراحي القلب والشرايين، العديد من الأخصائيين أمراض السكري الكلى عدة أمراض. وهذا الكل علاش؟ خاطر احنا موضوعنا الأساسي والرئيس هو باش نحاولوا نحسنوا الرعاية الطبية لمرضانا خاصة هنية بأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش المؤتمر هذا يضم بعض المحاور ويتطرق خاصة للبحث العلمي لآخر التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. هنية هذاك علاش عنا خبراء تونسيين أيضا كما قلت خبراء أجانب. المحاور دكتورة سامحني فيما يخص شنو أمراض القلب، ضغط، ارتفاع ضغط الدم؟ المحاور هي محاور مختلفة جدا من الوقاية إلى العلاج. هنية كما تعرف اليوم وأمس وإن شاء الله غدوة عنا 4 حصص مستمرة في 4 صالات من 8:30 متاع الصباح حتى 6:30 متاع العشية. شنو ما المحاور كما سألتني؟ صحيح ثم الوقاية هنية، ثم تسكي ضغط الدم، تسكي أمراض التدخين، كيفاش لازمنا نلقي الإنسان شنو يجم يعمل، ما يزاد عنا مواضيع أخرى، مواضيع أخرى مهمة قمنا بتطرق لها، قصور العضلة القلب، أمراض الشرايين، وخاصة مداواة الصمامات بالتقنية الحديثة. وسنا حاولنا مع جمعية عالمية، جمعية القسطرة بأمريكا، كانوا معنا الخبراء منها، حاولنا أنه نطرقوا المحاور هذه متاع مداواة الصمامات بالقسطرة بخلاف المحاور الأخرى. وهذا علاش احنا نتسألوا ديما اسكو تونس فيها الأدوية ولا لا؟ احنا فيها مواكب الأدوية والحمد لله، واحنا التيماتيك متاعنا هي كيفاش نحاولوا نقربوا الدواء هذا الفعال للمواطن التونسي. الأدوية موجودة نستعملوها ولازم نوعيه ونكونوا ديما مواكبين لاستعمال هذه الأدوية. حاجة أخرى، التقنيات الحديثة، التقنيات الحديثة عنا في تونس، عنا بعض التقنيات والحمد لله ثم نسبيا تكفل بالتقنيات هذه، كما تعرفوا تبديل الصمام شريان الأبهر بالقسطرة، متوا ثم تقنيات أخرى لافال ميترال لافال تريبو سبيد، كيف قصور عضلة القلب اللي هو ياسر موجود، وثم دي ستاد افونسي احنا نقولوا، فما هنية العلاج في انتظار زرع القلب، ثم بدينا توا بعض الآليات اللي هي تعاون بخلاف الأدوية اللي احنا نحاولوا ديما نكونوا مواكبين لآخر التطورات. حكيت لي على التقنيات الحديثة، أكيد هذا يهزني لآخر مستجدات البحث العلمي وعواطف الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين، عودتنا ديما في مؤتمراتها أنها تدعم الأطباء الشبان في إطار البحث العلمي، وكعلاش اليوم السيد وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني كان حاضر وأشرف على إعطاء وتقديم مختلف الجوائز لمختلف الأطباء والكفاءات الطبية في إطار البحث العلمي، كانت تعطينا أكثر تفاصيل. بالفعل الجمعية التونسية لأمراض القلب والأوعية الدموية ديما هي جمعية علمية، وفي إطار الكوتي هذي العلمي ديما عندنا تشجيع البحث العلمي، تشجيع البحث العلمي للأطباء الشبان ومع لجميع الإطارات الطبية لي سيرفيس دو كارديولوجي لكلهم. هنية ديما عندنا دو بري تعودنا بهم، بروفيسور علي بوسنينة وبروفيسور محمد قديش، وتوا تحت إشراف رعاية السيد وزير الصحة تم توزيع الجوائز هذه، تحصلوا عليها هم أنفيت في البروفيسور علي بوسنينة 9 بحوث تم بعثها واختاروا منها 2 بحوث، الأول بسيرفيس قسم الهيدي شاكر بصفاقس تحت رئاسة الأستاذة ليلى عبيد، والبري الثاني لسيرفيس الحبيب بورقيبة بمدنين تحت رعاية الأستاذ سامي الميلوشي. وبالنسبة لسي محمد قديش هو تشجيع أيضا على البحث العلمي، وهي الجائزة الأولى كانت لسيرفيس قسم أمراض القلب بالمستشفى العسكري تحت رئاسة الأستاذة وافي الفهري. وبالنسبة للبري الثاني كان لمستشفى منزل بورقيبة تحت الأستاذ سي الهيدي بن سليمة.
دونك احنا كجمعيه هنيه ديما نحاولوا تشجيع البحث العلمي، وعندنا الكفاءات، عندنا الكفاءات، وذاك علاش حتى في الاجتماع نتاعنا هذيا اتطرقنا لبعض لي سيسيون اللي فيهم الذكاء الاصطناعي. هنيه كيف كانوا معنا خبراء من جميع العالم ومن جميع انحاء العالم، وحاولنا نلموا جميع المواضيع هذيا. شكرا لك دكتورة سلمى شرف الدين، الكاتبة العامة المساعدة الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين. كلمة أخيرة عواطف قبل أن أحيل لك الكلمة، أنه هذا المؤتمر كانت لنا محاورة وكلمة مع وزير الصحة اللي تعهد أنه الوزارة تسعى إلى تعزيز مختلف المستشفيات في مختلف تراب الجمهورية من أجل تعزيز مستشفياتنا بصفة عامة وخاصة أقسام أمراض القلب والشرايين. والكلمة ليك يا عواطف. الشكر لك كذلك إيمان سيد، مشكورة على هذه التوضيحات اللي قدمتها فيما يخص هذه التغطية المباشرة لهذا المؤتمر 44 للجمعية التونسية لمؤتمرها 44 للجمعية التونسية لأمراض وأمراض وجراحة القلب والشرايين. مشكورة مرة أخرى إيمان، وأكيد أنه إيمان أخذت غطات أكثر، نشوفوه إن شاء الله تغطية بأكثر تفاصيل بما أنه متواصل لحد ديكش يوم السبت إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إذا نعود إلى موضوعنا، النزلة الموسمية والاستعدادات وموجة البرد اللي باش تجي إن شاء الله الشتاء ما يزيدش وخر علينا. كيفاش موزعين هالي فاكسان؟ وشكون اللي يتمتع بالمجانية هذا التلقيح؟ احنا باش نصلح، نسينا فئة ما حكيناش عليها اللي عندها الاختطار، عندها الاختطار هما الصغار اللي عندهم أمراض المزمنة. ثانية حاجة حبيت نعطي معلومة، وأن النزلة الموسمية دخلت تونس الأسبوع الفرد، معناها بدات، معناها لكن الذروة نتاعها مازالت باش تجي من سنة وثلاثة أربع جماعات أخرين باش تجي تبدا باش مازال باش تبدا تكون ظاهره مع الفيروس. تبدا طالعه توا حاليا مش ظاهره معناها. الاقسام نتاع الاطفال على البرونكيوليت مازالوا على تاهل، بديت البرونكيوليت تطلع شويه لكن مازلت مازلنا ما خلطناش هما بينا من يتيحوا مع بعضهم، معناها النزله الموسميه والبرونكيوليت معناها اللي اتيه من الفيروس يتيحوا مع بعضهم، معناها بالاخص تجي ديسمبر جانفي فيفري ومارس. لكن الذروه نتاع الجريب هي ديسمبر بالاخص جانفي وشهر فيفري. النزله الموسميه التلقيح نتاعها جبنا 280,000 مع امكانيه معناها توريد 40% من الجرعات اخرين، معناها نجم نوصلوا معناها 398,000 جرعه. بالطبيعة الإطار الطبي وشبه الطبي مش الكل ملقح، مش الكل ملقح. شكونهم؟ فما الأقسام اللي متعرضين مثلا أقسام معناها أمراض السارية، الجهاز التنفسي، الإنعاش الاستعجالي، وطب الأطفال، هذوكم الأولانيين. لكن فما حتى معناها المراكز اللي تصير فيهم المراقبه اللي معناها ترصد في الرعايه الصحيه الاساسيه، واللي سيرفيساريه هذوما الاقسام الاستشفائيه للترصد هذوكم الكل يلاقوا. بالطبيعه فما عباد اخرين في الجهاز الصحي اللي يجيهم التلقيح، معنيين بالتلقيح. احنا اداره الرعايه الصحيه الاساسيه تشري 46,000 جرعه، 6,000 لعوين الصحه، 40,000 بالاخص للمسنين لكن لاصحاب الامراض المزمنه، يتم التلقيح نتاعهم 37,000 يتم في المراكز الصحيه الاساسيه في مستشفيات الرعايه الصحيه الاساسيه. بالطبيعه ما يكفيش، لكن احنا عندنا صعوبه ملي جا الكوفيد وتلقيح الكوفيد باش نلقحوا العباد، معناها لكن شو عندنا صعوبه؟ وليت عندنا صعوبه في التلقيح تاع النزله الموسميه، احنا وصلنا في فتره معينه كنا 320، كنا 320,000 جرعه سنويا. يقعدوا لكم معناها؟ ويقعدوا فما تلقيح، يقعدوا في شويه تلقيح. وعلاش؟ مش في المراكز الرعايه الصحيه الاساسيه. ليزوفيسين. معناها يقعدوا في الصيدليات. علاه؟ خاطر صار نوع من العزوف التونسي، نوع من العزوف للتلقيح. يبخل تقول انت؟ يستسهلها كما بديت انت في البدايه، هل هو سعرها هو يستسهل. سعرها زاد يبخله؟ السعر يبخل، لكن هو اصلا سعر اول حاجه كما قلت لك السنه نقص 18,000. صحيح عام 2021 كان السعر نتاعو 54,000، لكن توا فما تلقيح 37,690 وفما تلقيح 41,950.
سعر نقص برشا على قبل، لكن السعر زهيد بالمقارنه مع شنو يتكلف معنا النزلة النزلة الموسمية. انت تكلف على المواطن، تكلف على الصحة. انت كتمشي تتعدي عند طبيب اختصاص فتنا سعر تبقى 70 كان ياخذوا الدويات نزيد نفوتوا اكثر برشا. بعدين كان زاد فما الايامات اللي نخسروهم تاع العمل والايامات اللي والعدوى اللي نجموا نعملوها للعائله والايامات حتى العبد يرقد في الاقسام نتاع العاش ولا حاجه، السعر يولي مغير جمله ما يصير مرتفع بالمقارنه مع سعر. دونك في الاخر سانكوت غيان دي تو، حكايه فارغه معناها بالنسبه لي. نعرف لا لا الوضعيه الاقتصاديه تاع التونسي صعيبه شويه، لكن فما عباد عن فئات تنجم تشريه بسهوله، وهذيا اللي لازمها تشري معناها باش تهرب. الاخرين نحاولوا نوفروا لهم التلقيح اللي في المستوصف بلاش، معروف اللي في المستوصف بلاش اللي عنده، وهذا يعطيه الطبيب اللي ما يباشر فيه في المستوصف. في المستوصف يباشر، ولا حتى كان هو يباشر حتى في المستشفى يعطيه وصفه طبيه نجم يمشي، وكان هو يتبع في المستوصف ياخذ دويته في المستوصف ينجم ياخذ تلقيح بتبيعه في المستوصف، لكن الكميات محدوده صحيح. لكن احنا نحاولوا توا استراتيجيه، قاعد نحاولوا باش نبدلوا استراتيجيه. ما هو انت تقول كميات محدوده، لكن الدوله عندها الحق كي تلقاه من بعد يقعد لها، يقعد لها ما يتباعش، يقول لك ياخذوا من وهو عنده خاصيه التلقيح راهو معمول للسنه هذه فقط. مش للسنه، معناها الاشهر هذه فقط، ما نجموش نستعملوه للمره الجايه، معناها اللي يقعد يتلوح معناها اللي يقعد يتلوح وبطبيعه بعمله صعبه، هذيك علاش السعر مرتفع على خاطر بعمله صعبه معناها. واضح واضح دكتور. دكتوره المستشفى الجامعي اللي انت فيه اي هل موجود فيه تلقيح؟ اي موجود. وجيبوا لل خلاف المستوصفات توزعوا؟ لا جيبوا لكيفة الاعوان نتاع الصحه. داكو. وجيبوا للمرضى. انا مسن وجيتك ونعالج على حاجات اخرين، واللي معايا طلب المرافق اللي معايا او انا طلبت نحب تلقيح، هل تكتب لي على تلقيح نشريه والا نجم نمشي المستوصف ناخذ؟ ولا هو هذاك هو اللي قال احنا ما نجموش نعطيوه من المستشفى. داك ما فماش. ايه هو اللي فما للاعوان الصحيه. اي ما فماش للمواطن معناه فما كان في المستوصف. فما المواطن اللي هو في اقامه في المستشفى، معناتها هو اللي هو راقد في المستشفى لاجراء عمليه ولا المهم ما عندوش حراره ولا ما عندوش مناعه طايحه. مناعه لا لا بالعكس، اللي عنده مناعه طايحه احنا لازمهم نزرع. اي انت قلت مناعه طايحه، ما يمكن انت من بعد قلت ما يلزمش يكون عنده. هي قالت في الفتره اللي هو عنده سخانه ولا حاجه، عنده نقص في المناعه مثلا مرضى السرطان يعملوا ليزانفيكسيون اكثر من غيرهم. اللي عنده الانفيكسيون ما يعملش، بيخرج الانفيكسيون يعمل. اما احنا ليه بالعكس كي بدا عندهم مناعه، خاطر ساعات يرقدوا هما على خاطر امراض نتاع المناعه اللي طايحه، في برشا امراض مزمنه تلقاها. اما واحده وقتها احنا كي يرقد عنده الحق باش ياخذ الفاكسان، ياخذ تلقيح ومجاني. اما اذا يجي يعدي جوز للمتابعه نعطيهم وقتها وصفه يمشي لل عنده الاختيار، يا يمشي مستوصف ياخذ منها لبحث دار ولا يمشي يشريها معناها. اي ولا احنا هذاك شنو هو حاجه بركه في العياده نتاع الشيخوخه، الاكثرين نشوفوا العائلات والعائلات نحاولوا باش نقنعوهم باش يمشيوا. علاش حسب رايك فما عزوف؟ هو حاجه يقولوا هي لي برشا، يقول لي راني كل من نلقح لامي ولا البابا نمرث. اي معناه اقل مضاعف. هو الحكايه هي راهي حكايه، خاطر هو راه وقت اللي تعمل التلقيح عندك جمعتين ماكش محمي، وهما في العاده كيف يلقحوا تلقاه في ذروه الانتشار تاع الفيروس، وهو تلقاه مازال ماهوش محمي وهو عمل الفاكسان ومرض. جات احنا كوانسيدونس الزهر اللي هو جاب، اما هو لا بالعكس باش لكن المضاعفات اقل، وكي باش نمرضوا بها باش تكون اقل من كان بالضبط. ما عملناش التلقيح بالضبط، بما انه عندنا امراض مزمنه. اي بالضبط هذيك هو. دونك صعيب معناها من معناها من اسباب العزوف انه الناس ليه هو حكايه انفورماسيون يعني المعلومه تب. ما توصلوش بال كيف تلقح راه عندك جمعتين في يدك ماكش محمي، وكي جمعتين هذوك تنجم تمرض فيهم كاي واحد، مش بعد الجمعتين تكون الحمايه نتاعك نتاع التلقيح تبدا. هذيك علاش احنا نقولوا لهم بربي بداو من او من 100 اكتوبر معناتها من 15 اكتوبر اللي بدات الحمله معناتها الحمله تبداو. هما تلقاهم يتريخاو شويه يقول لك هاو باش نشريها وباش نمشي، الدنيا زيت سخونه، الدنيا سخونه. دونك يلقح في مخر شويه، يلقح مخر شويه في جمعتين ماهوش محمي باش يمرض بالطبيعه. ان شاء الله يقتنعوا باهميه التلقيح بالنسبه للمسنين خاصه. شوفوا هذه الومضه التحسيسيه لوزاره الصحه حول الوقايه من الجريب منزل الموسميه. ثم نعود. شتي كيجي يجيب الخير معاه، اما تخسر فيه الامراض وخاصه الجريب.
وأي واحد فينا ينجم يمرض، وباش ما نعديوش اللي دايرين بينا، قواعد بسيطة تحمي غيرنا من الفيروس، كيما غسل اليدين بانتظام، وضع قناع واقي على الوجه، استعمال منديل ورقي عند السعال أو العطاس ورميه في سلة المهملات، الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر واحد، عدم مغادرة المنزل قبل 24 ساعة من انخفاض الحرارة، وحتى كان ما مرضناش لازم نحتاطوا ونردوا بالنا بطرق بسيطة، غسل اليدين بانتظام، وضع قناع واقي على الوجه، استعمال منديل ورقي أو منشفة خاصة، الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر واحد، عدم لمس العينين الأنف أو الفم دون غسل اليدين، باش عدوى الجريب تنقص. حافظ على صحتك، وزارة الصحة. دكتور الغرد، بالنسبة لي الناس اللي تستسهل أنها تقوم بهذا التلقيح، شنو تنجم تنصحهم؟ شنو اللي يلزمك تقوله لهم باش يقتنعوا أكثر بأهمية التلقيح اللي جاي على خاطرهم؟ يعني نعرفوهم شكونهم، موجود يعني مسهل لهم، موجود في المستوصفات ومجانيا، وأيضا موجود في الصيدليات. اللي هو تلقيح قديم، معناها بدا في سنة 1930 أو 32 ولا 38 التلقيح. التركيبة تتبدل كل سنة، لكن وراه ربيع تكيف على خاطر فماش فيروس تاع غريبة كاهو، فما برشا أنواع، لكن احنا نلقحوا ضد أربع أنواع الخطر باش كان جينا واحد فيهم هنا باش نحميهم، باش ينقصوا من حدة المرض، باش حدة الخطورة، وبالأخص باش نقصوا من إمكانية الوفاية. راهو الغريب تقتل، هذا التونسي لازم تدخلوا المخ، معناها احنا يستسهلوها برشا. الوسائل الوقائية ما تكفيش، بالأخص المسنين، وساعات لازمنا نلقحوا حتى العباد اللي دايرين بالمسنين باش نحميو المسنين نتاعنا. باهي، واللي يقول لك انا ما يدخلوا حتى حد وما يمشي له حتى حد، ما يبوسوا حتى حد، ما يطلع عليه حتى حد. كيفاش كان الشخص ربما الشخص اللي محمي يدخلوا بالبافات ويعطي دواء، الشخص هذاك لازم يلقح. الشخص هذاك ينجم هو يولي وسيلة تنقل، حتى كان مش مسن يعني، مش حتى كان مش مسن ينجم هو يمرض بالجريب، خاطر الجريب من الفيروسات اللي عادي برشا، وعنده كيفية انتقال سهل، معناها سريعة برشا. هالوسائل هذه تحد من التنقل، لكن مش ما تمنعوش من التنقل. وقت اللي معناها نحطوهم في اون بول، معناها في نحميهم، على نخمو نحميهم، نسكروا عليهم، نسكروا عليهم، لازمنا نحميو العباد يدخلوا لهم. احسن وسيله تاع الحمايه اللي تنقص التنقل تاع الفيروس هي التلقيح. واضح. دكتوره، فما مسنين ما عندهمش امراض مزمنه؟ ما يستحقوش التلقيح؟ راهو مسنين ما عندهمش امراض مزمنه، راهو ما عندهمش التلقيح، اما بكلهم يستحقوا التلقيح، على خاطر التلقيح يحميهم ياسر من التعكرات والتعفنات نتاع القلق نتاع الجريب نتاع، خاطر هو اللي باش يبرى في 5 ايام من نفس. بالنسبه للكهل، بالنسبه لي يحب له 10 ايام 15 يوم باش يبرى بالنسبه للمسن. دونك انا نشجع للتلقيح حتى اللي ما عنده حتى امراض مزمن بالنسبه للمسن. واضح. اذا وصلنا تقريبا لنهايه الحصه، هل نجم نعدي روبورتاج ولا للاخرين اللي تفهمنا فيه؟ لا، دقيقتين اذا، دقيقه اخر ربما هذا اللقاء، ما فيها باس نزيد نذكر باهميه ومهميه النصائح نتاعكم اللي يلزمكم معناها توجهوهم للساده مشيتي. انا نحب نحكي على الفئات وعائلتهم، خاصه عائلات المسنين، على الفئات المعنيه اللي راهم هم المسنين اكثر من 65 سنه، خاطر المناعه نتاعهم تنقص، عمل يكبر العبد عمل المناعه تزيد تنقص، النساء الحوامل، العباد اللي عندهم امراض مزمنه، السكري، قصور الكلى، مرض السكري بالمشاكل نتاعو، القصور الكلى، القلب والشرايين، القصور الجهاز التنفسي، القصور الكبد او الكلى، الامراض عندهم نقص في المناعه بكل انواعهم، مكتسبه او اللي جاي من عند الادويه، منهم مرضى السرطان، منهم عندهم امراض اخرى، الصغار اللي عندهم امراض مزمنه، والمراه النساء الحوامل، وعوان الصحه. واضح، عوان الصحه كلهم لقحوا؟ لا، احنا بعد الكوفيد هذا موفيسين يعني يلزموا ما يلقحوا باش يحميوا رواحهم ويحميوا المواطنين اللي جايين يعديوا، لازم يحميوا رواحهم خاطر هم عرضه اكثر من غيرهم، يحللوا لهم معناها النزله الموسميه، خاطر هم يتعرضوا لها معناها يقابلوها. المرجي نعملوا حصه خاصه بي، انا من جميع الملقحين من الاولانيين، ما فماش اشكاليه، مي العباد الاخرين بالحق عندنا قاعدين نخدموا عليه، راهو عندنا كما قلت لك قاعدين نعملوا في استراتيجيه جديده حاليا وقاعدين نغيروا فيها، والعوين الصحه معنيين به. واضح. دكتوره انت ملقحه؟ انا ملقحه. بون سيني.
ولا جوست باش نقول كلمه. تفضلي دكتور. حاجه بارك حتى كان مرض بالنزله لازمك تلقى. واضح واضح. على خاطر تنجم تكون باش تمرض بفيروس اخر مش لا لا وخاصه تتفادى تعكرات كما قلت سانكوت تري شير سانكوت انا يتكلف على المجموعه الوطنيه الكثير والكثير تنجم تكون حتى حياته. هي ذيك يوصلوا للانعاش اذا خلطنا للانعاش ما لازمناش ننساو السيناريو نتاع كوفيد أي. ورانا برشا حاجات توجع خاطر نخلطوا ساعات ما عادش نتعمل حتى شيء معناتها ما عادش فما دويات ولازم بدنه يدافع عليه احنا نقولوا راه والاكتظاظ في الوقت هذاك وما فماش فرش وما فماش بقعه ربي يقدر الخير ان شاء الله لاباس وان شاء الله كلهم وصلتهم الساده المشاهدين هذه النصائح. شكرا جزيلا لك دكتور وداد حزم بن ايوب على قبولك الدعوه وحضورك معنا. شكرا جزيلا لك دكتور حكيم الغردة على قبولك الدعوة أيضا ومدنا بهذه التوضيحات اللي تهم التحذيرات لهذه النزلة الموسمية. هكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إلى اللقاء.